ان شاء عايز الله. اخد رأي الاستاذ هيثم طبعا في نفس السؤال اللي هو فكرة البداية هنا والبداية هنا، عايز اسمع وجهة نظرك. طبعا يعني انا شايف ان فعلا زي الاستاذ محمد ما قال في البدايه، ان فعلا احنا يعني بدانا البدايه كانت بدايه خطا بالنسبه للمنتخب المصري. بدايه طبعا كان في تغييرات في الخطه، في تغييرات في مراكز اللاعبين، يمكن كلنا فعلا حمدنا ربنا بالخروج بهدف مقابل لا شيء. الراجل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا قدر انه يعدل مراكز اللعيبه في الماتش الثاني. يمكن كسبنا 1-0 بس ما كناش مبسوطين قوي، يعني كسبنا غينيا بيساو بهدف مقابل لا شيء، بس ما كانش فيه سعاده زي ما حضرتك قلت من المستوى. بس قلنا الحمد لله اللي احنا حصلنا على الثلاث فوز نقاط. فوز التجاري. بالظبط اللي هو الثلاث نقاط، واهم حاجه ما تسالنيش على الاداء ولكن اسالني على النتيجه. ثم جاءت مباراه السودان، ويمكن لعبنا فعلا وفزنا بهدف وحيد، ولكن كان في بعض الفرص وبعض الجمل التكتيكيه فوجئنا طبعا. طب ايه بقى التحول بقى اللي هي من بعد الدور التمهيدي في الاداء وشخصيه منتخب مصر اللي احنا عارفينها والروح العاليه، وعارف فاكر اللي هي دايما يقول لك في البطولات المجمعه وابتدينا نشوف بقى ايه وحوش بسم الله ما شاء الله يعني في الملعب، وحاجه اداء مختلف وقصه تانية خالص، واللعيب اللي يتعور يجي واحد ينزل احسن منه. بص يا كابتن، انا بعتبرها قوه المنافس كانت السبب الرئيسي لظهور منتخبنا بهذا الشكل. ظهور منتخب كوت ديفوار في مجموعته بهذا الاداء والفوز على منتخب الجزائر المصنف الاول وحامل اللقب ومنتخب الجزائر، وما ادراك ما منتخب الجزائر اللي كان بيقول قبل البطوله ان احنا بنعمل عايزين يعني بنعمل زي خطه للوصول لقبل النهائي في كاس العالم المقبل في قطر قبل الصعود وقبل لسه ما يصعدوا. يعني هم فرقه فعلا فرقه على افضل ما يكون. كوت ديفوار، ماتش كوت ديفوار والجزائر كلنا اتفرجنا عليه، الماتش يعني كان ينتهي 6 أو 7، فالفريق بتاعنا او منتخبنا او لعبتنا كله شاف هذا المستوى. بالاضافه طبعا ان اللعيبه خلينا نتكلم بصراحه بتتعامل وقت حاليا مع السوشيال ميديا، وشافت السخط العارم في الجمهور المصري، وعرفوا احساس الجماهير المصريه اللي رايحه وجايه الكاميرون يوميا بتشاهد المباريات ومش فرحانه باداء المنتخب. ويمكن كانت تصريحات محمد صلاح كانت برضو ليها مفعول السحر ان احنا نتكاتف، ويمكن كان حصل تكاتف كبير جدا من اللعيبه الكبيره واللعيبه الصغيره، ويمكن ظهر حاله جيده جدا من اللعيبه الجديده في المنتخب، تحس ان هم بيلعبوا بقالوا فتره زي عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، يمكن في اخر مباراه مهند لاشين، وامام عاشور. امام عاشور نزل في وقت صعب جدا، تحس انه بيلعب بقاله فتره كظهير ايمن في المنتخب الوطني. فانا بقول لحضرتك التحول ما بين دور المجموعات و البدايه من دور ال 16 هي قوه المنافس. احنا دائما وابدا بنحب نلعب تحت ضغط، خلينا نتكلم بصراحه، المنتخبات او الانديه بتادي تحت ضغط وسكر مش تحت ضغط بالظبط، ده حقيقه. يعني احنا قوه كوت ديفوار ثم المنتخب المغربي واخيرا طبعا المنتخب الكاميروني هو كان السبب الرئيسي في ظهور منتخبنا بالشكل اللي احنا شفناه او الشكل الممتاز اللي احنا شفناه فيه في الثلاث مباريات الاخيره.